طيب في حد عايز يسأل؟ ممتاز مهندس حسين اتفضل. مهندس سامعني؟ سامعك. بالنسبة لتوصيل الكاميرا الديجيتال ايوه كيف؟ كاميرات الديجيتال بيبقى فيه سويتش من الاخر. كاميرا الديجيتال هي يعني عبارة عن كاميرا، تمام، كاميرا بتاخدها، ارجع للصورة. طيب معلش. مش الصورة اللي فيها مجموعة الكاميرات والان في ار والكلام ده. اي هذه تمام. اي كاميرا الديجيتال هذه. ايوه الكاميرات دي بتوصل بكابل نت. كابل النت ده اللي هو بيسموه ايه، بيسموه اليو تي بي، تمام، او بيسموه الار جي 45 اللي هو ار جي 45، كابل زي اللي بيدخل في الكمبيوتر من ورا ده، كابل عادي جدا، كابل يو تي بي، بيركب بين الكاميرا تمام. وبيركب في الان في ار نفسه. او الان في ار دي يا باشمهندس لو في النت كانك انت ايه، راوتر. مش الراوتر ده بيدي كذا سويتش والديفايسز راكبه في السويتش، تمام. الكلام ده هنشرحه في الداتا ان شاء الله ممكن بكره باذن الله. فهو يا اما الكاميرا توصل في الان في ار مباشره حسب عدد الفتحات المتاحه للان في ار، وده بيختلف من شركه للتانيه، او بتبقى انت تجيب شويه كاميرات وتركب لهم هنا سويتش سويتش وتاخد من الكاميرا دي وتاخد في الاخر السويتش تروح موصله على الان في ار. مركب خمس ست كاميرات تاني هنا اهو وتاخدهم على سويتش والسويتش ده تروح موصله على الان في ار وهكذا، تمام. تمام. طيب مين تاني عايز يسال؟ يقولون بريك صراحة بس. مين؟ انا يعني سلكين من الكاميرا مهندس على مش سلكين، الجهاز. كابل انترنت، كابل انترنت من الكاميرا على سويتش وبعد كده من السويتش على الان في ار، او من الكاميرا للان في ار مباشره. شايف هنا ادي ايه، ادي الكاميرات، كل كاميرا رايحه على سويتش. الخط ده عباره عن اي بي نتورك سويتش، ومن السويتش رايح للجهاز المتحكم الرئيسي، فاهمني؟ هو عباره عن كابل انترنت عادي اهو. بص شايف الرسمه دي؟ طيب اللي مكتوب عليها لارج سنترلايزد سيستم، الانظمه الكبيره دي. اي تمام. شايف الصورة؟ مش دي كاميرا؟ ايه مهندس. هو كل اللي عامله واخد من الكاميرا دي كابل انترنت ورايح لسويتش، كابل انترنت ورايح لسويتش، كابل انترنت ورايح لسويتش، وبعد كده مجمع كل الناس دي ورايح للماستر كمبيوتر او الماستر بيسموه ايه، ان في ار. هي في الاخير تمام مهندس. ما تصير لاسلكي يعني؟ ايوه سلك، سلك عادي بتاع الانترنت، عارف كابل لا لا الانترنت؟ لاسلكي لاسلكي. لا في لاسلكي، اه في كاميرات لاسلكي، في كاميرات لاسلكي، اها. في كيف طريقتها معلش؟ كاميرات اللاسلكي دي بتشتغل واي فاي، بتاخد رقم برضه واي فاي. بتشتغل اي فاي، اي بي برضه بتشتغل واي فاي، تمام؟ اها تمام؟ تمام. ممتاز. هوري لك انا كابل الانترنت. انا هرد بس بسرعه على الباشمهندس اللي سالني على موضوع توصيل الكابل بالكاميرا والكلام ده، كده كده الجزء ده كنت هشرحه، تمام؟ فعايز الناس تركز معايا. انا هنا جايب لك شكل كده اهو، شكل كاميرا. الكاميرا دي انا باخدها بوصلها بالدي في ار مباشره، تمام، او بوصلها بالان في ار لو انا عندي ان في ار. ده دي في ار طبعا. الدي في ار ده كان بيستخدم كابل اسمه كو اكسيال كيبل، الكابل المستخدم في الدي في ار كابل عامل زي كابل التلفزيون اللي هو ده، ركز معايا، الكابل المستخدم عامل زي كابل التلفزيون اسمه، تمام، كو اكسيال كيبل. كو اكسيال كيبل ده اللي هو ده شكله زي كابل التلفزيون بالظبط، ده الكوندكتور اللي هو الجزء الاصفر ده، والجزء اللي مر اللي من بره ده اللي بيركب فيه الراس بتاعت الكونكتور اللي بيركب في التلفزيون من ورا، تمام، اللي هي برضه ايه واخده الشكل ده، تمام. طيب احنا بنتكلم دلوقتي في الكاميرات الحديثه. الكاميرات الحديثه دي احنا بنستخدم حاجه بيسموها الاراجه، تمام. الاراجه دي اراجه يعني بتعمل الار جي، ار جي اللي هو الراس بتاعت الكابل بتاع النت اللي هو ده. انا بجيب بكره كامله، تمام، لفه، يعني اللفه دي بتبقى عباره عن عدد معين من الكابلات حسب الشركات المصنعه، 500 متر، 300 متر، 200 متر وهكذا اهو. بجيب بكره زي دي كده من السلك ده، وانا اللي بركب للسلك ده الراس بتاعته. طيب السلك ده بيجي عباره عن اربع ازواج، اربع ازواج، يعني ايه اربع ازواج؟ الاخضر في كابل اخضر، وفي كابل تاني معاه اخضر في ابيض، في كابل اورنج برتقالي، وفي كابل ابيض في اورنج، في كابل لونه ازرق، وفي كابل ابيض في ازرق، في كابل بني، وكابل لونه ابيض بني. الاربع الوان دول ثابتين، اخضر برتقالي ازرق بني، واخضر ابيض برتقالي ابيض ازرق ابيض بني ابيض اللي هو الزوج. يبقى دول كام زوج؟ اربع بير. ولذلك انت هتلاقي في التوصيف قلت لك فور بير كيبل، بير يعني زوج. طيب انا بعمل القصه دي ازاي؟ بجيب الـ 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 الراس بتاعت الكابل، شايف الراس دي اهي، بمسك الراس بتاعت الكابل اللي هو احنا بنسمي الراس دي او الكونكتور ده بيسموه ار جي 45 بلج، بيسموه ار جي 45. الار جي 45 ده انا بدخل السلك هنا في الفتحه دي، تمام، بفرد طبعا السلك، بعد كده اروح مدخله هنا وجايب الاراجه اللي هي عامله زي الزراديه دي او الكلامبر، كلامبر بتاعتي، وابدا ادخل الكلام ده هنا. ببدا ادخل الكلام ده باتجاه الاطراف بتاعتي، في كام طرف؟ في 8 اطراف. طيب الثمان اطراف دول بدخلهم ازاي؟ الترتيب بتاعي اللي الناس كلها ادي الاراجه اهي، بدخل الكليبس ده هنا واضغط عليه بالاراجه بحيث يقدر يعمل لي الراس بتاعت الكابل. التأريج الصحيح او المظبوط، ادي الراس بتاعتي اهي، ابدا بالسلك الابيض، تمام، في برتقالي، ابيض برتقالي برتقالي، ابيض اخضر ازرق، ابيض ازرق اخضر
ابيض بني بني. طبعا في ناس بتجيب الكابلات دي جاهزه، في ناس بتجيب الكابلات جاهزه، فانت ما بتتعبش في ان انت تعمل ار جي. طبعا الناس اللي شغاله او اللي هي شغال بايده في موقع لازم هيلاقي الفن معاه او الكهربائي او الراجل اللي شغال معاه بيعمل ايه، هو اللي بيوصل، هو اللي بيوصل الحاجات دي بايده. بيوصلها ازاي؟ بيجيب الاراجه وبيجيب الراس بتاعه الار جي 45 دي، ويبدا اهو من اليسار. اليسار بيبدا بن واحد، وبعد لحد بن 8، بن 1 2 3 4 5 6 7 8. اول سلك اللي يركب تمام ابيض برتقالي، وايت اورنج، بعد كده اورنج، بعد كده وايت تمام بلو، وايت جرين، بعد كده ايه بلو، وايت بلو وجرين، وايت براون وبراون. انا حافظهم كده، ركبتهم 100 الجهاز عليه الوان يا مهندس ولا بالالوان؟ الجهاز عليه الوان؟ لا الجهاز نفسه الجهاز معلوش الوان، الجهاز ده عامل والله. زي الكلامبر او الزرديه بنسميها في مصر، معرفش انتوا بتسموها ايه هنا. ده مجرد حاجه بتضغط بس. انت بتجيب الراس الشفافه دي، بتجيب الراس الشفافه دي اللي هي الراس بتاعت الكابل، وبتمسكها بتخلي الكليبسه اللي هي بتعمل التكه دي لما بتركب الكابل في الجهاز تخليها من الناحيه اللي ورا، فانت بتشوف الظهر بتاع الراس الشفافه دي اللي هو ايه ار جي 45، وتبدا ترص السلك. انت اللي رصيت السلك، ابيض برتقالي برتقالي، ابيض اخضر ازرق، ابيض ازرق اخضر، ابيض بني بني. وبعد كده تروح ضاغط عليهم بمين؟ ضاغط عليهم لا الفتحات حقت الجهاز، الفتحات اللي هي بتاعت الراس دي. ايوه الفتحات دي موجوده، انت بتدخل السلك كده بتاعك تمام وبتساويه، وبعد كده تروح ضاغط عليها، تروح هي مقطع الاطراف ومثبت السلك. مهندس هذه فتحه واحده ولا مش فاهم يعني ايه فتحه واحده؟ يعني هوري لك شكل، وانت بناء على هذا الشكل اهو خلينا نكبر دول كده. هذه مثل راس السلك الانترنت يا باشمهندس. هي راس السلك بتاعت الانترنت مش مثلها، هي راس. احنا ايوه انا علمه عشان بس يعرف، احنا بنعمل راس السلك بتاع الانترنت. شفت انت الكابل ده اهو، ده شايف ده اللي انا معلم عليه اللي هي الصوره دي؟ ده كابل جاهز، ده كابل جاهز. الراس اللي انت شايفها الشفافه دي تمام؟ لا قصدك نعم اتفضل. اقول لك كل سلك من الاسلاك الثمانيه هذه، بص على الكابل ده، شايف الكابل الاسود ده؟ اهو احنا ده عباره عن سلك كان طالع من لفه كده، شايف اللفه بتاعت السلك دي؟ احنا طلعنا منه اهي، اكبر لك الصوره دي، دي لفه اهي، قطعنا منها 5 متر سلك مثلا، وقشرنا حته من قشرنا الطبقه الخارجيه اللي هي اللي لونها ازرق دي، قشرناها، طلع 8 اطراف، عباره عن اربع ازواج، اربع ازواج يعني كل اثنين مع بعض، بير ده بير ده بير ده بير ده بير، اربع بير، الاربع بير هم الوان ثابته في العالم كله، اخضر وبرتقالي وازرق وبني. البير ده اللي هو الزوج فيه واحدة لونها برتقالي بس، وسلك تاني لونه أبيض وعليه خط برتقالي، في واحدة لونها أخضر بس والسلك التاني أخضر وعليه خط برتقالي، أبيض قصدي وعليه خط أخضر. هنا برضو نفس القصة في الباقيين. فأنا طلع عندي أربع أطراف، كل اللي بعمله في الأطراف دي تمام بفردهم من بعض بحيث يبقوا تمانية جنب بعض زي دي كده تمام، بروح إيه بس أدخلهم فتحة واحدة ولا لا؟ في كذا فتحة، هو في تمن فتحات في الراس دي. اها تمام، تمن فتحات بتمن أسلاك تمام. الراس إيه دي تمام. ايه فيها تمن فتحات، ازاي ادخلهم فتحة واحدة؟ هم في تمن فتحات للراس دي، بروح مدخل التمن أطراف بنفس الترتيب. إيه نفس الترتيب ده، اروح مديه تمام. للراس دي، اروح جايب البتاعة دي اهي بيسموها الراجة، اروح مدخل الراس جوه هنا تمام. في راس لو انت بصص هنا، في راس فيها 8، وفي راس بتاعت التليفونات فيها 6، وفي راس فيها 4، يبقى حسب الار جي. الراس دي اللي هي لونها شفاف دي حسب الار جي، في منها 6 اسلاك وفي منها 8 وفي منها 4. انت هتركب هنا في الثمانية عشان ده بتاع انترنت عادي، تروح مركب الراس تمام. وحاطط السلك انت مدخله على الاخر كده جوه الفتحات كل واحد في المكان بتاعه، وتروح ضاغط عليها بالاراجه. تروح الاراجه دي عامله ايه؟ جايه على السلك ده من جوه، بيبقى ازاي اصلا موصل؟ يعني انت لو بصيت هنا لما انت بتضغط بالاراجه دي، تروح السلك اللي من جوه بتاع الاخضر فاصفر ده بيبقى عريان، يعني انت لان دي طبقه اللون دي اخضر فاصفر ده لون اللي هو البلاستيك اللي من بره تمام؟ شايف ده؟ لما بيدخل جوه تروح معري حته وتبقى موصله، بحيث انت لما تدخلها في الكمبيوتر او تدخلها في الكاميرا تمام؟ بتبقى موصل الاطراف دي، يبقى انت الداتا كلها بتتنقل خلال الثمان اطراف. وفي معلومه مهمه جدا عايزك من دلوقتي تكتبها، اللي هي ايه؟ زمان كان الكاميرات القديمه بيركب لها حاجتين، انت عشان تغذي اي جهاز في الدنيا عندك حاجتين، بتغذيه بالباور بالكهرباء وبتغذيه بالداتا بالبيانات، يبقى انت عندك كابل باور وكابل داتا صح؟ دلوقتي كل الكاميرات تقريبا اللي هي الاي بي اتحولت من كاميرات بتشتغل يعني انت كان زمان تحط الكاميرا دي وتحط جنبها ادابتور زي الشاحن بتاع التليفون عشان يديها كهرباء تاكل وتشرب وتشتغل من فين؟ تمام اللي هو الباور اوفر انترنت، ده بقى هو اللي حل مكانه بالثمان اسلاك دول تمام، بينقلوا باور وداتا، وبالتالي بقت الكاميرا دي نفسها اسمها بي او تي، بي او تي باور اوفر ايثرنت، هتلاقيها في المواصفات بتاعت الكاميرا. مهم جدا المعلومه دي، يعني الكاميرا دلوقتي بتاخد كابل بس من السويتش تروح
الكاميرا. الكابل ده فيه الباور وفيه الداتا معايا. تمام. لازم السويتش يدعم الشيء هذا يا دكتور صح؟ طبعا لازم السويتش يكون بيدي الخاصيه دي. طبعا طبعا.